الأستاذة الدكتورة نرمين محمود بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، مدرس طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسغو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. أهلا بكم. النهاردة حوار مثير ومهم للغاية عن الأساليب العلاجية للحول، بس في دراسة مهمة جدا جدا. الدراسة دي قالت في الآخر إنه الحول له تأثيرات نفسية وبتؤدي إلى الأطفال يفضلوا العزلة عن السخرية اللي ممكن تجيلهم لما يقترنوا أو يعني يكونوا مع زملائهم فيسخروا منهم بسبب الحول. القصة النهاردة هنفهمها بالتفصيل في عالم الحول مع ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون ومدرس طب وجراحات العيون، صاحبة دكتوراه طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات الأطفال والحول والجمعية الأوروبية لطب الأطفال. نورتينا دكتورة نرمين. شكرا جزيلا. قبل ما أدخل على علاج الحول، هل ينبغي انه جراح الاطفال او طب جراحات طب العيون الاطفال يكون عنده المام من ناحيه نفسيه؟ هو حتى بغض النظر عن كون الطفل عنده حول ولا لا، هي فكره التعامل مع طفل. لما بيدخل طفل العياده، هو وللاسف دي عندنا في الثقافه بتاعتنا انه الدكتور هتسمع الكلام ولا هيدخل يديك حقنه، واحنا عندنا بقى هنخلي الدكتور يديك يحط لك قطره تحرق لك عينيك. فالفكرة أن الدكتور لازم يعرف إزاي يطمن الطفل ده في الأول، ما يبقاش التعامل على طول أن هو يدخل يكشف وخلاص وبغض النظر الطفل متضايق بيعيط زعلان. لازم يبقى في فترة لتكوين ألفة ما بينه وما بين الطفل. لازم يحسسه بالثقة، لأن هو بالنسبة لأي طفل ده في حد فجأة كده عمال بيبص يمين بص شمال بيلعب في وشه بيلعب في عينيه، فطبيعي أن هو لازم يتعامل معي. كمان لازم يبقى يعني لما طبيب عيون الأطفال يتعامل مع طفل عنده حول، ما يبقاش محسسه أنه هو في مأساة. لازم يتعامل معاه بأنه هو طفل عادي، وأن مشكلته دي ليها حل، وأن هي مش مشكلة أساسية. وفي المرحلة دي احنا عايزين نشجع برضو أن في المدارس أو عامة الناس لما يربوا أولادهم فكرة التنمر على المختلف، بغض النظر عن لو كان عنده حوق أو عنده أي مشكلة تانية، ياريت فعلا نتعلم أن احنا نعلم ولادنا أن هم يتقبلوا الآخر بطريقة أكثر صحية من ده. هو لازم الطفل المتنمر ده يعاقب جدا، مفروض جدا، لأن ده على فكرة الطفل المتنمر ده يعني مشروع مجرم أو نصاب، مشروع إنسان حقير. يعني الطفل المتنمر كده يعني ده أسوأ أنواع البشر. هو عشان في مرحلة الطفولة يستحسن نعلمه إن اللي بيعمله ده غلط بالظبط، ونعرفه إن لا، لازم نحوله بقى من لازم مشروع المجتمع إنسان حقير كله يرفض الاتيتيود ده أو البيهيفير. وعلى فكرة الطفل بيقاوم في المرحلة دي كويس جدا، يعني لما بيقاوم بيعرف إن اللي بيعمله غلط بيتحول إلى إنسان كويس جدا. أكيد. ساب بياخد على كده وبيبقى الاتيتيود بتاعه ده بالظبط. عايز أبدأ بقى الحول جراحة في المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني قد يكون الخيار الجراحي موجود؟ هو طبيعي الخيار الجراحي دايما موجود في حالات الحول. هي ودي المشكلة، ان لما انا جيت ابتدي اشتغل في مجال طب عيون الاطفال للأسف انا فوجئت. انا كنت فاكرة ان انا هتبقى مشكلتي ازاي اقنع الناس بالجراحة. اكتشفت ان بالذات في موضوع الحول، وعلشان اللي حضرتك بتقوله وعشان نفسيه الطفل ونفسيه اهله، لان هم كمان بيبقوا متضايقين من الشكل قوي، ان الاهل هم اللي بيجوا يقولوا يلا نعمل عمليه. ففي مثال كده بنيجي بنقوله للناس علشان خاطر يفهموا القصه، ان لو انا دكتور قاعد في عياده وداخل عليا مريض بيعرج او اتنين مرضى بيعرجوا، واحد عنده التهاب في الاعصاب وواحد عنده كسر في رجله، لا ينفع اللي عنده التهاب في الأعصاب أجبس له رجله، ولا ينفع اللي عنده كسر أديله مضادات للالتهاب. دي حاجة ودي حاجة، بس الاثنين بيعرجوا، بس الاثنين بيعرجوا والاثنين نفس المنظر والاثنين داخلين عليا بنفس الشكل. نفس الحكاية في الحول.
مش كل الحول نوع واحد، ومش كل أمراض الحول نوع واحد، وبالتالي في حول علاجه بيبقى علاج غير جراحي تماما، وفي حول علاجه الوحيد هو الجراحة. وهنا بنبقى بنعاني عشان نقنع الأهل إنه اصبروا شوية مع العلاج غير الجراحي، بلاش ننط على الجراحة على طول، لأن مش دايما الحل الجراحي بيبقى هو الحل السليم أو الحل الأصح لعلاج الحول. إذن هنبدأ بالجراحة صح كده؟ إحنا في الأول بنستنفذ الحلول غير الجراحية، ولما بنشوف وفي مرضى بيجوا لا هو الحل جراحة، يعني لما بتبقى في مشكلة في العضلات مثلاً، لما بيبقى فيه شلل في العضلات، لما بيبقى فيه مشكلة، إحنا بنقدر نقيم في الحالة اللي حلها جراحي والحالة اللي بيكون حلها غير جراحي. أنا فانا فاهم كده، أنا قصدي لما نقول لما قلت إن إحنا هنبدأ بالجراحة، أنا خلاص إحنا بصدد الحالات التي تحتاج إلى الجراحة. تمام. هل في خلاص قررنا إن في جراحة، هل في خطوات مهمة قبل الجراحة؟ أكيد طبعاً. هو أهم حاجة إن إحنا نقدر نفحص ونقيم الحالة بطريقة سليمة، بحيث ان احنا ناخد قرار جراحي سليم. يعني احنا دايما بنقول للطلبة عندنا انه بالذات الحول قرار اكتر من عملية. يعني انا ممكن اعمل عملية واعمل عملية صح جدا وتبقى عملية رائعة، لكن من الاول انا لا شخصت الحول ده بطريقة سليمة ولا شخصت التعامل معاه بطريقة سليمة. بمعنى ان انا لو عندي طفل عنده طول نظر، عنده حاجة اسمها الحول الانسي التكيفي، هو مع الحول اللي عنده نتيجة طول النظر، ما ينفعش ان انا ادخل واعمل له جراحة انا هلاقي عنده حول والحول ده بزاوية زي ما بنقول 30 او 40. الحل بتاعه في الجراحة ان انا احرك العضلات مثلا 3 4 5 ملي، هدخل واحرك العضلات، الطفل خارج هو لسه عنده طول نظر، وبالتالي ما ينفعش ان انا ادخل اشتغل على العضلات دي من غير ما احل المشكلة في الاول. فانا لازم اعالج اي مشكلة مصاحبة زي مشاكل الرؤية، زي مشاكل كسل العين، اقيم الحالة كلها، هل هو حول مثلا افقي فقط، هل هو حول رأسي فقط، هل هما الاثنين مع بعض، هل بيصاحبه مشاكل مثلا في العضلات المائلة مع العضلات الافقية او العضلات الرأسية اللي احنا بنسميهم العضلات المستقيمة. لازم التقييم الضروري المناسب للحالة قبل ما نقرر القرار الجراحي. ايه انواع الجراحات اللي بتتعمل؟ الحول الوحشي، الحول الانسي، الاسامي دي مشهورة عند الناس. هو اكتر نوعين من الحول فعلا مشهورين عند الناس، الحول الانسي والحول الوحشي. زي ما احنا شفنا دلوقتي احنا عندنا عضلات في العين، عندنا اربع عضلات في العين بيحركوهم افقيا ورأسيا، وده اللي بيعمل لنا الحول الانسي او اللي بيصلح الحول الانسي او الحول الوحشي. احنا العين عندنا بالظبط زي الحصان، زي راس الحصان، انا ماسكاه بالجام، في عضله بتشده لجوه، في عضله بتشده لبره، وفي عضلات بتشده لفوق والتحت. طيب لو انا راس الحصان دي مايله لبره شويه، هعمل حاجه من الاثنين، يا اما اشد العضله المرخيه اللي سايبه دي شويه تشد راسه لجوه، يا اما اسيب العضله اللي لبره دي شويه بحيث ان راسه تتعدل. ودي اشهر انواع العمليات اللي بتتعمل للحول الانسي والوحشي، يا اما عضلات لتقويه العضله، عمليات لتقويه العضله الضعيفه، او عمليات لارخاء العضله اللي شاده زياده عن اللزوم. المشكله ان الناس مش عارفه ان في عضلتين تانيين، العضلات المائله غير العضلات الاربع عضلات اللي بتحرك يمين وشمال وفوق وتحت. فممكن الحول الانسي او الحول الوحشي يبقوا مصاحبين بانحراف في العين دائري، او يبقوا مصاحبين باتجاهات اخرى في العين بتعمل لنا انواع اخرى من الحول. هل في اساليب اخرى للجراحات؟ لو الحول مصاحب فعلا بان احنا عندنا مشكله مثلا في العضلات المائله، لازم هنشتغل على العضلات المائله مع العضلات المستقيمه. احنا لازم لما بنبص لوضع العين ما نمشيش ورا الشكل الظاهر، بيتعمل فحص كامل للطفل ده، ممكن بيتعمل انواع مختلفه جدا من العمليات غير مجرد ان احنا بنشد عضله او بنريح عضله، في انواع كتيره جدا من العمليات الغرض الرئيسي منها ان عضله العين في الوضع اللي احنا فيه ده
تعمل بأقصى قدرة وفي نفس الوقت تدي أفضل شكل للعين، نقدر بأن احنا نقدر نشوف العينين الاثنين متوازيتين وبيعملوا بطريقة سليمة مع بعضهم. إيه الصورة دي؟ دي, 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 دي نوع من الجراحات برضو؟ دي اللي احنا بنسميها جراحات نقل العضلات أو المسل ترانسبلانتيشن. في عدد كبير جدا من حالات الحول ما بتبقاش بس نتيجة خلل في العضلات، ممكن تبقى نتيجة شلل في العضلات مثلا. يعني أنا عندي عضلة فيها شلل، العضلة دي مهما قعدت أشد فيها، مهما قعدت أحاول أقويها، هي العضلة مش شغالة، وبالتالي أنا لازم أساعدها. أساعدها إزاي؟ هي حواليها أربع عضلات تانيين، ممكن بقى يا إما أخد عضلتين تانيين يساعدوا أو يشدوا مع العضلة دي، ممكن أخد جزء من العضلات التانية بقطع العضلة مثلا نصين، أخد نص يساعد مع العضلة دي وأسيب النص التاني يقوم بوظيفته بشكل طولي. بشكل طولي، يعني أنا عندي العضلة بقطعها كده بطولها، ويعني هي دي تفاصيل جراحية معينة، وننقل جزء منها بحيث إن هو يساعد مع العضلة دي. ساعات بيبقى فيه مثلا شلل في اتجاه العين الرأسي، العين ما بتطلعش لفوق، فبتيجي العضلات اللي أنا بشد بيها يمين وشمال دي هي موجودة في مكانها، لو رفعتها لفوق شوية هتساعد بأن هي ترفع العين، لو نزلتها شوية لتحت شوية ممكن، على حسب اتجاه اللي أنا عايزة أشد العين فيه. في أوقات بتبقى العين بتدي أشكال غريبة مع اختلافات الحركة، يعني لما البني آدم يبص لفوق قوي نلاقي العينين دخلوا عملوا حول داخلي، أو لما يبص لتحت، وده اللي بنسميه الـ A pattern، أو لما يبص لتحت نلاقي العينين دخلوا لجوه بنسميه الـ V pattern، أو بالعكس يجي يبص لفوق نلاقي عينيه بعدوا عن بعض. فالحاجات دي بنغير فيها اتجاهات العضلات، وده اللي بنسميه muscle transplantation، نقل للعضلات بحيث ان هي تقدر في كل الاتجاهات العين تبقى بتشتغل بطريقة مناسبة وسليمة. في سؤال في الثقافة بتاعتنا ثابت، وده على فكرة بيتناقل العيلة بينا وبين بعض، هي جراحة دي أمان يعني آمنة، ولا ممكن المسائل تسوء والإنسان يدفع الثمن أغلى من أنه يكون عنده حول؟ تمام. هو مبدئيا جراحات الحول، ومش عشان يعني تخصصي فأنا متحيزة لي، من أأمن العمليات اللي بتتعمل في جراحات العين. ليه؟ أنا لا بشتغل على العين، يعني أنا دلوقتي زي ما احنا شفنا كده العين دي عبارة عن كورة ماسك فيها عضلات من أربع اتجاهات، أو علشان نبقى أكثر دقة من ست أماكن. أنا ما بلمس عين المريض، أنا بشتغل على العضلات اللي ماسكة العين. بمعنى أنا ساعات يجي لي مريض بعد ما نعمل عملية الحول يقول لي بس أنا نظري اتحسن جدا، أقول له معلش أنا أسفة برضو مش فضل، يعني هو طبعا الفضل كله لله، بس ده مش بفضل العملية. هي صحيح ممكن تحسن مجال الرؤية، ممكن تحسن لأن العينين بيشتغلوا مع بعض شوية فبيبتدي يبقى فيه الاستريوسكوبك فيجن والثري دي إيمج اللي احنا بنشوفها، لكن برضو أنا ما لمستش عينك، أنا ما اشتغلتش مثلا على الجفن بحيث أن أنا أسيب شكل غير مقبول أو أعمل جرح غير مقبول. بالإضافة إلى أن احنا دلوقتي بنشتغل عمليات الحول غير زمان. زمان كنا بنفتح في الملتحمة، والملتحمة دي هي عبارة عن غشاء رقيق جدا على بياض العين، يعني البياض اللي احنا بنشوفه ده مش هو الأساس الأول حاجة احنا بنقابلها، هي عليها زي كيس بلاستيك شفاف كده. بقينا دلوقتي ما بقيناش نفتح بقى فتحة كبيرة وندخل ندور على العضلة دي، بقينا بنشتغل مايكروسكوبيا، وده بقى له فترة يعني مش حديثا، يعني ان احنا من فتحة مايكروسكوبية ما تتعداش الاتنين ملي احنا ندخل منها للعضلة ونشتغل على العضلة ونخرج بغرزة واحدة، غرزة حتى قابلة للتحلل، هي بيبقى الموضوع كله انتهى. برضو واحنا ماشيين في محطات القرارات الجراحية، ايه ابرز الاخطاء اللي انت تشوفيها؟ هو ابرز الاخطاء لو احنا بنتكلم على الجراحة، قرار الجراحة نفسه، ان احنا نعمل جراحة لطفل مش محتاج جراحة، أو إن احنا نأجل الجراحة للمرحلة اللي احنا يبقى فيها الجراحة مجرد تعديل شكل. بمعنى إيه؟ إن أنا الطفل ده لو في الأول أنا لو بعدل له عينه، أنا بخلي العينين الاتنين موازيتين لبعضهم، وبالتالي العينين بيشتغلوا مع بعض، بيوصلوا للمخ صورة واحدة، المخ بيتقبل منهم هما الاتنين نفس الصورة.
لكن لو استنيت شوية أنا هلاقي إن في عين سليمة وعين فيها انحراف، والمخ قطع علاقته بيها اللي احنا بنسميه كسل العين. فمع الوقت بيبقى التصليح تصليح شكلي، يعني أنا بيبقى صعبان عليا إن يجيلي مثلا طفل عنده 16-17 سنة وكان عنده كسل في العين والعين دي بتنحرف، ويتقال لي ايه اصل احنا رحنا لدكتور عيون وقال لما يكبر. لا، هو حضرتك كان المفروض العمليه تتعمل في الوقت المناسب علشان يبقى التدخل بيصلح وظيفه بقدر ما هو بيصلح شكل. انما ان احنا ناجل قرار الجراحه لان حد في وقت من الاوقات قال لا مش لازم الجراحه دلوقتي، دي اكتر حاجه بصراحه بتضايقني. تنورتيني. ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتور نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون، مدرس طب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون بكليه الطب، وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه والمجلس العالمي لطب وجراحات العيون، وعضو الجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه لطب وجراحات عيون الاطفال والحول. نورتينا وشرفتينا في نفسك. شكرا جزيلا. خليكم مع نفسك. احنا عندنا يعني تعامل مع الإمساك في العالم العربي في مصر تحديدا نقدر نقول كده بقلة تقدير. سرطان المستقيم وسرطان الشرج من الحاجات اللي كانت بالظبط من في قبل 50 سنة رير، ما كناش بنشوفها كتير يعني. في الفترة الأخيرة بدأت تزيد شوية. منطقة ما حول الشرج عشان لما نتكلم عنها كمان شوية هي منطقة 5 سنتي فوق وتحت ويمين وشمال، يعني أي منطقة تبعد جوه ال 5 سم هي منطقة ما حول الشرج.